مش هستأذنك، معانا طبعا المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك باشمهندس. انا بهني حضرتك من كل قلبي طبعا لتأهل المنتخب، وبهني حضرتك من كل قلبي على التنظيم الرائع، شرفتونا يا باشمهندس. الحمد لله، توفيق من ربنا، جهد كل الناس اللي شاركت في التنظيم، من بدايه برئيس الدوله اللي راعى ووجه الوزارات كلها لخدمه البطوله، لحد اللاعبين اللي قدموا مباراه النهارده قويه جدا رغم الضغط العصبي اللي كان عليهم، والبدايه اللي كانت واضح ان فيها تنشان عاليه، لكن الحمد لله فرحونا وبسطونا وبقينا في الثمانيه الكبار. باشمهندس هشام، يمكن الاتحاد اللي حضرتك بترقصه حقق نجاحات كبيره جدا، شرفت مصر كاس العالم للناشئين، برونزيه الشباب، والحمد لله كاس العالم الاخير كنا ثامن، ودلوقتي داخلين ان شاء الله بقوه في دور الثمانيه. اكيد ده ما جاش من فراغ يا باشمهندس. الحمد لله، توفيق من ربنا وجهد وعمل جماعي، وكل بيتفانى في مصلحه البلد، حطينا كل واحد في المكان الصح، كله بذل مجهود بنيه كويسه، فالحمد لله النتيجه بتتحقق. الحمد لله. باشمهندس، يعني توقعات حضرتك لدور الثمانيه، يمكن لسه مباراه السويد ما اتلعبتش وروسيا، ولكن اكيد حضرتك شايف في ليك رؤيه فنيه اكيد بحكم خبراتك الكبيره، يعني راي حضرتك عن دور الثمانيه ايه؟ طبعا في ثلاث فرق انا بعتبرهم في مستوى ثاني خالص، اقوى مستوى، اللي هم الدنمارك وفرنسا والنرويج، دي اعلى فرق في الثمانيه الكبار، ويستاهلوا ان هم يبقوا في هذا المستوى. لكن الملعب في الاخر هو اللي بيبقى الحكم ما بين الفرق اللي بتلعب المباريات. في مفاجات حصلت كثيره جدا على مدار الدوره. كرواتيا كانت جايه المفروض انها تنافس على العالم، تخسر من الارجنتين. المانيا وبولندا ما طلعوش حتى الدور الثمانيه، فرق واسماء كبيره جدا ما حققتش اي نصر. فالكره في الملعب، واللي هيبذل مجهود اكتر اكيد يعني ربنا هيكتب له النصر. باشمهندس، يمكن عندنا تصور كده، ما اعرفش حضرتك رايك فيه ايه، يمكن الدنمارك لم تختبر حتى الان، ما قابلتش فريق قوي، نقدر نحط يعني ايدينا على نقط القوه والضعف في الدنمارك، خاصه ان احنا مرشحين بشكل كبير ان احنا نقابلها. حضرتك تتفق معانا في الرؤيه الفنيه دي، ولا حضرتك ليك رؤيات اخرى؟ يعني الكلام صحيح. انا اكبر تصادم حصل كان بين فرنسا والنرويج، دول فريقين عاليين جدا. الدنمارك لسه ما طلعتش كل اللي عندها، اعتقد فرقه كبيره، بطل عالم، احسن جون في العالم، واحسن لاعب في العالم، متكاملة ومعاهم كوتش عالي جدا. ربنا يسهل، هنعمل اللي علينا، والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. باشمهندس، كمان يمكن كرة اليد او طبعا بطولة العالم ونجاحنا فيها شجع دول كتير جدا على استئناف الرياضة وتنظيم بطولات، يعني اكيد ده ليه مردود، واكيد حضرتك سمعت الكلام ده في وكالات الانباء، يعني رد فعل ده على حضرتك ايه، وشايف ده ازاي يا كابتن هشام؟ احنا قبلنا التحدي الاعظم، كان بداية تنظيم البطولة دي كان عندنا عدة تحديات. أولاً أول مرة نلعب 32 فريق في دولة واحدة، آخر بطولة كانوا 24 و12 فريق في البلد بس. أنت عندك 32 فريق، عندك تحدي اسمه بنية تحتية بتبني خلاص من أول وجديد علشان تلعب فيها البطولات، وحضرتك شايف في التلفزيون إيه المنظر الرائع اللي موجود ده، لحد ما جالنا التحدي الأعظم بتاع الكورونا. وقبلنا التحدي، والدولة أصرت إنها تنظم البطولة عشان تبقى مميز، ما تبقاش زي كل الدول اللي بتأجل أو بتلغي بطولات، لا إحنا اخترنا الاختيار الصعب. الناس كلها بتشيد الحمد لله بالتنظيم والحفاظ على الصحة بتاعت اللاعبين والجماهير أو صحيح. الحضور تجربة قوية جدا، هتدي دفعة لكل الدول إن شاء الله. أكيد يا باشمهندس، وشرفتونا الحقيقة يا باشمهندس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بشكرك وبتمنى ليك كل التوفيق.